اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا. الايفون سيتي اس الجديد عندنا الاي 9 شيب اللي هي عطت اداء اكثر بكثير من السنه الماضيه، حتى تفوقت على كثير لابتوبات. بس تبين انه في نوعين من الاي 9 شيب وفي تفاوت بالاداء، فشو القصه؟ خلينا نبلش بالفيديو تبعنا. مثل ما بتعرفوا مشاهدينا، الابل كثير في ضغط على الطلب على الايفون، فهني اضطروا يتعاقدوا مع شركتين مصنعتين. طبعا الابل هي ما بتصنع، هي بس بتصمم القطع تبعوتها وتعمل عقود مع شركات تانية مشان التصنيع. فعملت هاي السنة عقد اول شيء مع سامسونج. سامسونج اللي اسم الشريحة تبعتها N71AB، والشركة التانية اسمها TSMC اللي اسم الشريحة تبعتها N71MAB، فرق بس حرف واحد. هذا بالايفون سيتي اس. اما بالايفون سيتي اس بلس، السامسونج اسمها N66AB والتي اس ام سي اللي هي شغل تايوان N66MAB. بس نحن كيف بدنا نعرف نطلع هذا الرقم؟ طبعا فينا ننزل برنامج اسمه ليروم للاب ستور، وعن طريقه بنعرف انه اي شركة نحن. بس للأسف مثل ما حكينا، الواحد ما في يعرف قبل ما يشتري. بعد ما تشتري شغل التطبيق وبتشوف الفرق. للأسف هدول الشركتين بنلاحظ انه تبعة السامسونج هي تصرف بطارية اكثر واداء الجهاز اقل. بس كل الحكي طبعا على البرامج اللي بيقيسوا يقولوا له بنش مارك تيست، هي عم بين الفرق. بس على ارض الواقع انت باستخدام الطبيعي ما راح تحس بالفرق كتير، لانه ما في فرق شاسع بيناتهم. طبعا فرق البطارية هو اهم شيء، بنلاحظ انه عمر البطارية بالاجهزة اللي فيها السامسونج هي اقل. الشريحة تبع السامسونج هي 96 مليمتر ابعادها، هي بتقنية 14 نانومتر. اما تي اس ام سي هي 104.5 مليمتر ابعادها، طبعا هي اكبر وتقنية 16 نانومتر. وطبعا كله عم يحكي انه السنة الجاي الابل بس رح تعمل عقد مع تي اس ام سي، طبعا لانه اداء الجهاز احسن مع اجهزة فيها تي اس ام سي. وحتى الابل نزلوا تصريح اقروا بالموضوع طبعا، لانه ما عاد في هربوا من القصة انه في شريحتين مختلفتين نفس الاسم. وقالوا طبعا هون تحبوا تقروا بالاخير انه في فرق من 2-3% بين الجهازين. وهيك مشاهدينا، بعد ما نزلت هاي الموضوع انتشر هاشتاج تشيب جيت. بعد ما شفنا السنة الماضية كان في عنا باند جيت، وكانوا عم نطعجوا الايفون 6 بلس. هالسنه صار دور تشيب جيت. طبعا الابل على الاغلب راح تحذف هذا البرنامج ليرو من اب ستور مش على العالم ما تميز الفرق، فلحق حالك. وهيك مشاهدينا خلص الفيديو تبعنا، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه. فيكم تضغطوا على زر الاعجاب تحت وتشاركوا الفيديو على الفيسبوك. طبعا فيكم تشتركوا القناة اللي هي توب فاكت 777 ليوصلكم على طول فيديوهات مثل هذا الفيديو. شوفكم بالفيديو القادم. باي باي.